مع صفاء خريف بكين، ها هي العاصمة تصبح محط أنظار العالم مجددا. في 3 سبتمبر 2015 احتفلت الصين بالذكرى 70 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان، والانتصار في الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية، وذلك عن طريق عرض عسكري مهيب. تزداد قوة الحرب وتتطاير قطع الحديد ويعلو نسور الحرب. الجيش الشعبي الذي كونه ويقوده الحزب الشيوعي الصيني عبر بحيوية وروح عالية من خلال ميدان تيانانمن ليستقبل تفقد الدولة والشعب وتفقد القائد الأعلى للقوات الثلاث المسلحة. هذا إعلان السلام الصيني وأبواق وطبول عصر تقوية الجيش، وهذه هي أوامر حملة الإصلاح. ذلك العام دخل تعميق الإصلاح على نحو شامل مرحلة جديدة، فوتيرة خطى تلك الدولة العريقة من الأكبر وحتى الأقوى راسخة بشكل متزايد. ذلك العام فتح الستار عن تعميق إصلاح الجيش والدفاع الوطني، ودقت أجراس حرب إعادة تشكيل مستقبل الجيش الصيني. شنجن الواقع على شاطئ البحر الجنوبي، شكلها يشبه طائرا يحلق عاليا، ويقع ميناء شوكو في رأس الطائر. الثامن من ديسمبر 2012، مدمرة الصواريخ الجديدة هايكو راسية في هدوء في مرسى السفن بذلك الميناء التجاري الضخم. في 11 صباحا صعد شي جين بين ظهر المدمرة. تقدمت المدمرة نحو الأمام مكسرة الموج، فقبل القرن والنصف تقريبا وتحديدا في هذه البقعة دكت قنابل المدمرات الغربية العتيدة أبواب الصين الكبيرة، لتقع الصين في هاوية الصعاب. يعود ناقوس الخطر مثلما يعود هدير مياه البحر، ومن أجل تقوية الدولة يجب تقوية الجيش. تحركت العربات تجاه اليونان.
بعد يومين ظهر شي جين بين مجددا في ساحة تدريب كتلة كانت تعرف وقتها بالكتلة 42 مرتديا الزي العسكري. بلقائه بالكوادر القيادية وما فوق لوحدات الجيش المرابطة في غوانجو قال كما يلي: ، 前不久呢，我去参观了复兴之路展览，我提出了，我们实现中华民族伟大复兴，这是啊，中华民族近代以来最伟大的梦想。 رحلة شي جين بين للبحر الجنوبي أثارت اهتماما كبيرا للرأي الدولي. كان ذلك بعد انتخابه أمينا عاما للحزب ورئيس اللجنة العسكرية المركزية بفترة 20 يوما فقط، منذ طرح الحلم الصيني وحلم الجيش القوي بفترة 10 أيام فقط. قالت التعليقات الغربية إن أول زيارة لشي جين بين اختار الذهاب إلى مقدمة الإصلاح والانفتاح الصيني، وأول زيارة للجيش اختار أن يزور العربات والمدمرات العسكرية. فهذا يدل على أن جيل جديد من كبار القادة الصينيين لا يريدون فقط تعزيز دفع عملية الإصلاح، بل يريدون أيضا صنع أكبر تطور عسكري معاصر والأوسع نطاقا في العالم. أكثر ما فكرت فيه هو عندما يحتاج الشعب والحزب الصيني، فهل بإمكان جيشنا أن يتمسك طويلا بالقيادة المطلقة للحزب؟ هل يمكنه أن يرتقي بها للأعلى وأن ينتصر في المعارك؟ وهل بإمكان كل قائد الذهاب بالجيش للحرب وهل يمكنه قيادة الحرب؟ تساؤلات الانتصار في الحرب تقع على كاهل القائد الأعلى للقوات المسلحة وتستفسر بعمق قادة وضباط القوات المسلحة. في 11 من مارس 2013 وأمام الجلسة الكاملة لممثلي جيش التحرير الصيني في الدورة الأولى للمجلس الوطني 12 لنواب الشعب، أعلن شي جين بين: "建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，是党在新形势下的强军目标." دعا لإدراك هدف تقوية الجيش وبذل الجهد للارتقاء بالدفاع الوطني وبناء الجيش لمستوى جديد استعدادا لقيادة بناء الجيش والنضال العسكري. كي说，习主席在军队一亮相就传递出矢志强军的政治担当，强军目标提起了人民军队建设的总纲，发出了强军兴军总动员令，强军 成为人民军队的主旋律、最强音。يصدر القائد الأوامر ويطيعها أفراد الجيش. الجيش القوي، الجيش القوي، الجيش القوي. بقيادة شي جين بين استطاعت تلك الفرقة أن تشن هجوما جديدا تحت ظل هدف تقوية الجيش الذي حدده الحزب وسط تلك الظروف الجديدة ليخطو خطوات ثابتة تجاه الجيوش الأولى على مستوى العالم. منذ مجموعة أنظمة ومبادئ بناء الجيش مثل الحزب يقود البندقية التي تأسست منذ فترة حرب الثورة الزراعية، وحتى تطبيق السياسة البسيطة وقوات النخبة في فترة حرب المقاومة ضد العدوان الياباني. منذ إجراء تعديلات هيكلية ونظامية بعد تأسس الصين الجديدة وحتى سياسة نزع السلاح عن مليون فرد في الإصلاح والانفتاح الجديد، وصل عدد الإصلاحات الكبيرة بعد بناء الدولة ل 13.
جيشنا منذ الصغر وحتى الكبر من الضعف وحتى القوة يذهب من انتصار لآخر. إن خطوات الإصلاح والابتكار به لم تتوقف. طالما كانت للجيش القدرة على التغيير فدائما ما سيقف بمحاذاة النصر، ناظرين إلى العالم، ناظرين للصورة الكاملة، مدركين حجم الوضع الحالي. علينا أن نقوم بتعميق إصلاح الجيش والدفاع الوطني من خلال قوة وحكمة أكبر. حصل الضباط والجنود على جزء من قوة الإصلاح من خلال الخطبة الحماسية القوية لشي جين بين. الإصلاح تحقيق الحلم الصيني وحلم تقوية الجيش. الإصلاح هو طريق ضروري لتقوية الجيش والنهوض به. الإصلاح هو مفتاح تقرير مستقبل الجيش. هذان مشهدان يقترنان بالبرامج التلفزيونية الأجنبية. الأول قنوات وموانئ في العالم، وتستمر السفن الصينية التي ترفع العلم الأحمر ذي الخمس نجوم في التدفق. الأخرى على الحدود الصينية، وتتواجد القواعد العسكرية الأجنبية بكثافة. All the way from Australia through the Pacific to Asia and beyond. واجب الجيش حمل السلاح وأن يكون مستعداً لتلبية نداء الحرب وأن يحارب من أجل أن ينتصر.
没有一支强大的军队，没有一个巩固的国防，强国梦就难以真正实现。历史的规律表明，经济社会发展到哪一步，国防实力就要跟进到哪一步。维护国家安全和发展利益，必须有与之相匹配的军事力量。 العالم الآن يصدم الشواطئ بالأمواج العاتية للثورة العسكرية الجديدة التي تتخذ من التكنولوجيا المعلوماتية محورا، وأصبح الإسراع بخطوات التغير العسكري اختيارا مشتركا لحصول الدول الكبرى على حق المبادرة الاستراتيجية. على خلفية حروب الخليج وكوسوفو والعراق وأفغانستان وروسيا وجورجيا وغيرها التي زاغت لأجلها الأعين، يقمع التغيير الجذري لشكل الحرب وأسلوب القتال. خصائص القيادة المعلوماتية ودعامات النظام وحرب النخبة وسيطرة نظام النصر بالاتحاد أصبحت أكثر وضوحاً. ازدادت دقة المعدات والأسلحة والأسلحة الذكية والمعدات القادرة على التخفي والمعدات بدون إنسان، وانتقلت ساحة الحرب تجاه الفضاء والإنترنت وأعماق البحار. تزداد سرعة الثورة العسكرية الجديدة ويتسع نطاقها وتتميز بدرجة عميقة غير مسبوقة. كل هذا قدم إلى الجيش الشعبي فرصا تاريخية ثمينة وفي نفس الوقت تحديات عاتية. يجب اغتنام الفرص للجلوس على العرش، وإذا لم تغتنمها ستخسر عصرا بأكمله. في عام 1900 غزت قوات الدول الثمان المتحالفة بكين. كان 18,000 شخص قامت بجمعهم مؤقتا يجوبون الدول العظمى، باحثين عن تعويض بقيمة 22,500,000 كيلو من الفضة، صانعين سجلا تاريخيا للحرب العالمية. منذ حرب الأفيون وصل عدد الاتفاقيات غير العادلة التي أجبرت دول الغرب الصين القديمة على توقيعها لأكثر من 750 اتفاقاً. طعنات القلب التي مرت بها الصين مرة تلو أخرى تم ذكرها مراراً وتكراراً على لسان شي جين بين. التراجع على المستوى العسكري سيكون أثره قاتلاً على أمن وسلامة البلاد. دائما ما أطالع بعض الوثائق التاريخية عن الصين المعاصرة، وبمجرد مشاهدة المشاهد البائسة التي تعكس معاناة وتخلف الصين، أشعر بأن شيئا ما طعنني في قلبي. ]事实上，清军也曾尝试过改革，然而清军只是在装备上寻求改良，但是不追求根本性的改造。 大清帝国屡战屡败的原因非常多，但从军事上来说，很重要的就是作战思想、作战指挥、体制编制等方面的僵化和落后，被时代远远抛在了后面。من يفكر بتطبيق فكر محافظ سيودي بنفسه داخل الاستراتيجيات السلبية، وتلك الحقبة التاريخية أفضل دليل. خليج بوهاي يملأه الضباب والأمطار. 28 من أغسطس 2013 صعد شي جين بين على أول حاملة طائرات لياونين. 主席同志，海军辽宁舰仪仗队列队完毕，请您检阅舰长张川，加油！走开！站！ كانت الزيارة الثالثة لشي جين بين للقوات البحرية في أقل من عام منذ المؤتمر الوطني 18 للحزب. [SpeakerB]
يضرب كلام شي جين بين العقول وسعت مئة السفن للتقدم للأمام. إذا حدث هجوم في الماء سيكون الفوز من نصيب الأكثر شجاعة. لا نريد فقط أن نلحق بالتيار وأن نلحق بالعصر، بل نريد أن نحتل صدارة العصر. الإصلاح هو ركوب موجة الوعي التاريخي وأيضا ما يواجه مشكلة الشجاعة السياسية. عام 2014 سبعة لواءات من سبع مناطق عسكرية توجهت صوب منطقة عميقة بهضاب منغوليا الداخلية في مكان يسمى تشوريخ. كان أول لواء أزرق متخصص يقوم بمواجهة عسكرية. سبع فرق عسكرية جميعها لواءات قوية ونتيجة الحرب 6-1 انتصر الجيش الأزرق وانهزم الأحمر. تشوريخ وموجات الهجوم صدمت الجيش بأكمله. قال شي جين بين بصرامة: إذا قلنا إن هناك ثغرات أو ضعف فالمشاكل الموجودة للفوز بالحرب هي أكبر الثغرات، وهذا ما يقلقنا. إذا لم نصلح فلن نكون قادرين على الحرب ولن نكون قادرين على كسب الانتصار.朱日和系列演习暴露的问题，说明我们实战化还差得很远。多年没有打仗，太平意识有所滋长。习主席反复强调，军队是要打仗的。我认为，能打胜仗，正是这一次改革的逻辑起点和核心指向。 تدهور الجيش سيعرضنا للهجوم، والانحلال السياسي سيؤدي للانهيار وعدم القدرة على القتال. رياح عاتية وعاصفة تغزو الأراضي والبراري، ها هي عاصفة مكافحة الفساد تجتاح الجيش بأكمله. 中共中央决定给予徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索，移送最高人民检察院，授权军事检察机关。 依法处理。中共中央决定给予郭伯雄开除党籍处分，对其涉嫌严重受贿犯罪问题及线索，移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。كان كل من غو بو شيونغ وشو تاي هو من كبار القادة لأعوام، لكنهما شوها البيئة السياسية ونشرا السموم في أجواء الجيش. فكم من رفيق قديم ذاق الآلام والمعاناة. هل هؤلاء هم القادة العظماء الذين كانت تتوقف دقات قلوب العدو خوفا منهم؟ قال شي جين بين بصرامة: إذا لم يتم حل مشاكل النظام بطريقة جذرية من خلال الإصلاح، ستتصاعد تلك المشاكل بصورة كبيرة، وآجلا أم عاجلا سيواجه الجيش خطر الفساد. لا يمكننا أن ننسى الطريق الذي جئنا من خلاله. يجب أن نعرف من أين أتينا، والأهم أن نعرف إلى أين سنذهب. في خريف 2014 اصطحب شي جين بين أكثر من 400 قائد جيش إلى منطقة غوتيان لعقد أول اجتماع عمل سياسي للجيش الصيني في القرن الجديد.
ليستمد القوة من المكان الذي ولد فيه جيش الشعب الصيني من جديد. كست الأزهار الحمراء الجبال لتصبغ الغابات بلونها وتتكون المفاهيم الحديثة بعد خبرات الماضي. هذه ذكرى الخلف تجاه الرواد وأيضا الوعد الصارم الذي قطعه المصلحون للرواد.习主席在全军政治工作会议上一针见血指出了部队中，特别是领导干部中存在的突出问题。这些问题触目惊心，不解决，改革强军就无从谈起。习主席在关键时刻扶危定清，挽救了人民军队，也为人民军队改革奠定了思想政治基础。 نستعد جيدا للانطلاق، فالسفينة الكبيرة لتقوية الجيش من خلال الإصلاح ستبحر بصورة مباشرة رافعة أشرعة النضال والهمة. واقفا على نقطة تقاطع التاريخ مع العصر، ألقى شي جين بين أنظاره وتطلعاته نحو الأفق. تعميق إصلاح الجيش والدفاع الوطني هو من أجل تصميم وصنع مستقبل الجيش. يجب أن نرتكز جيدا في الحاضر ونلقي بنظرنا للأفق ليصبح إصلاحا خارقا وتاريخيا وإرساء أساسات قوية لتطوير الجيش والدفاع الوطني لعشرين أو ثلاثين عاما من الآن. هذا اختبار كبير، والجيش يجب أن يسلم أوراق إجابة ناجحة للتاريخ والشعب والحزب. كل من شي جين بين واللجنة العسكرية المركزية يطلعون برسالة قوية وبتطبيق الاستراتيجيات الكبيرة بعزيمة وإرادة صلبة، يقودون القوات المسلحة الثلاث نحو المسيرة العظيمة لتقوية الجيش بالإصلاح. في 15 نوفمبر 2012 طرح شي جين بين في الاجتماع التنفيذي الأول للدورة الجديدة للجنة العسكرية المركزية: عاجلاً أم آجلاً سنحفر طريقنا للأمام لنتعمق في دفع التغيير العسكري ذي الخصائص الصينية، ونحن نبذل أقصى جهودنا للحصول على زمام المبادرة للتنافس العسكري. في اليوم الذي أصبح رئيساً للجنة العسكرية المركزية، أعلن شي جين بين عن إرادة وعزيمة لدفع إصلاح الجيش والدفاع الوطني. في نوفمبر 2013 عقد الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية 18 للحزب، وباقتراحات شي جين بين قررت اللجنة المركزية وضع إصلاح الجيش والدفاع الوطني داخل إطار تعميق الإصلاح على نحو شامل ورفعها إلى مستوى إرادة الحزب وأعمال الدولة. إن تعميق إصلاح الجيش والدفاع الوطني جزء أساسي من قرار الاجتماع الكامل. هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحزب. 15 مارس 2014 فجر خبر وكالة شينخوا للإنترنت أن شي جين بين سيرأس مجموعة اللجنة العسكرية المركزية لقيادة تعميق الإصلاح للجيش والدفاع الوطني. يرأس شي جين بين بنفسه مجموعة قيادة تعميق الإصلاح للجيش والدفاع الوطني، وهذا يعد المرة الأولى في تاريخ الحزب. ذكرت المرة الأولى مرتين هي أوامر منصوص عليها بالإصلاح أمام الشعب والحزب، وهي فترة ستصبح علامة بارزة في تاريخ الجيش الشعبي. 这个消息发出后，在互联网上引起普遍关注。不到两个小时。
就达到170万，同时跟帖留言也有4万多条。我们分析这些跟帖留言，发现绝大多数网民90%以上吧，都表示支持和期待，这也说明广大网民对军改这个话题非常关心。إنها رحلة يرفرف فيها شراع إصلاح القديم وابتكار الجديد. بقيادة وتخطيط شي جين بين تم إنشاء مكتب مجموعة قيادة الإصلاح باللجنة العسكرية المركزية والفرق الخاصة وفريق الخبراء الاستشاريين في الإنشاء والتشييد. واجتمع كبار القادة العسكريين في قاعة واحدة ليعرضوا الخطى الثابتة لدراسات جدوى الإصلاح التي حدثت خلال السنة و9 أشهر الأخيرة. قال شي جين بين مشبها: المراكب الشراعية الصغيرة يمكنها أن تدور في المياه، تدور وتنحني لتستقيم من جديد، ولكن سفينة تايتانيك إذا ثقل وزنها ستغرق في الحال. نحن في دولتنا الكبيرة هذه وهذا الجيش المهيب، ماذا يجب أن نصلح وما لا يجب أن نغيره؟ يجب أن يكون لدينا صلابة استراتيجية في التعامل مع المشكلات، لابد أن نضمن عدم ظهور أي أخطاء مدمرة في القضايا الجذرية الأساسية. الاستمرار في النظر إلى الإصلاح من خلال تقوية الجيش وقيادة الإصلاح ودفعه من خلال تقوية الجيش أيضاً. الاستيعاب الواضح لاحتياجات الجيش ليتسنى للإصلاحات الكبرى أن تتحد مع الاستراتيجيات العسكرية في كل الظروف. الفهم القوي للتمسك بالاتجاه الصحيح للإصلاح والفهم الشديد للتمسك بنقاط التركيز الخاصة بالقدرة على خوض الحروب. والتمسك جيدا باتجاه تحديث هياكل المنظمات العسكرية والتمسك جيدا بذلك المطلب العام الذي يحث على الإيجابية والاستقرار. أرسى شي جين بين التوجيهات الجذرية لتعميق إصلاح الجيش والدفاع الوطني. يطالب شي جين بين بأنه قبل تصميم خطط إصلاح الجيش والدفاع الوطني فإنه يريد أن يسمع كل جوانبها لينظر ويبحث في العملية الإصلاحية بشكل شامل.你带队啊？是啊，知道。那几声口啊，声，抗冰雪啊，斗严寒啊，爬冰卧雪，为祖国和人民啊，在这里戍边。祖国和人民都不会忘记你们。 ترأس مرتين دورة الدراسة الجماعية لأعضاء المكتب السياسي التابع للجنة المركزية وترأس 3 مرات اجتماع مجموعة قيادة الإصلاح التابعة للجنة العسكرية وسمع مرات عدة للعديد من الآراء حول إصلاح الوحدات الكبيرة. نظم بنفسه مباحثات عن قضية الإصلاح وأشار خصيصا إلى إذا كانت هناك أي أفكار جديدة فيمكن أن تنقل مجموعة القيادة من خلال القنوات المعنية.
البرج الشمالي الغربي للمدينة المحرمة يجذب العديد من السياح الصينيين والأجانب. المبنى القريب من طراز أسرتي مينغ وتشين يضيء كل ليلة منذ بداية ربيع 2014 لتتألق أضواؤه وتتداخل مع أضواء مبنى أول أغسطس. المفهوم الاستراتيجي لتقوية الجيش بالنسبة لشي جين بين تحول هنا في ذلك الفناء الصغير الذي قد عمل به من قبل إلى خريطة الهدف وخريطة الطريق وخريطة التنفيذ. برج القصر الإمبراطوري يتكون من 9 عوارض و18 عمودا و72 زاوية، لذلك أصبح المبنى معجزة معمارية تاريخية بسبب دقة التصميم العلمي. وباعتباره مشروعا ضخما، فإن علمية ودقة تصميم خطة الإصلاح هو ما سيحدد مباشرة نجاح الإصلاح من فشله. ومن这次改革不是简单的修修补补和局部改动，而是一次整体性、革命性的变革。它既不同于人民军队历史上历次的改革，也有别于世界上其他国家军队的改革。 没有现成的样板可以借鉴，难度之大是可想而知的。 أين العقبات النظامية وما التناقضات الهيكلية وكم يبلغ عدد قضايا السياسات؟ أكثر من مجموعة من مجموعات الإصلاح الخاصة ومجموعات الخبراء الاستشاريين يقومون بالبحث وتركيز الخبرات والمجادلات من داخل الجيش لخارجه ومن داخل البلاد لخارجها. البيانات مملة ولكنها مرنة. أكثر من 690 وحدة عسكرية و800 ندوة وجلسة نقاش و900 شخص من القادة العسكريين العاملين والمتقاعدين والخبراء. أكثر من 2165 ضابطا من أعضاء الوحدات العسكرية واللواءات. أكثر من 3400 مقترح للجنود والضباط. مرت خطة الإصلاح بأكثر من 150 تنسيقا وتعديل. أثر الإصلاح في قلوب الملايين طرح الأفكار والمقترحات والسياسات. هكذا يتلقى مكتب الإعداد والإصلاح التابع للجنة العسكرية كل يوم العديد من الخطابات. هناك ضباط وجنود في الوحدات العسكرية وقادة المناطق والخبراء، وأيضا قدام الجيش الأحمر والمقاتلون القدماء. 大家在重大问题上是有共识的，但是具体怎么改，就开始意见建议很多。比如关于军委机关的设置，经过了很长时间的研究论证，最后超过90%的同志认为，这种改革始终不动，是不可能成功的。 في بداية تخطيط الإصلاح قال شي جين بين إن أهمية فهم علاقة واقتران المبادرات الإصلاحية لجعل كل إصلاح يقوم بتعزيز الآخر ويتفاعل إيجابيا ويكمل كل منهما الآخر لتشكيل تأثير كلي والحصول على نتائج شاملة. 改革研究论证过程中，我们始终牢记习主席的指示要求，注重统筹谋划。 从顶层和全局上设计改革的举措，做到四个服从：个体服从整体，局部服从全局，要素服从体系，小道理
服从大道理。على سفح جبل شيانشان في بكين عرضت المناورات العسكرية الخاصة في أكاديمية العلوم العسكرية وكانت بعنوان عمليات التشغيل لهيكل القيادة الجديدة. دخلت البيانات أكثر من 80 حاسوبا لتدقق الأعين في حالة التغير المستمرة، الاستنتاجات العلمية والتحقيق من الحالة والمناقشات المتكررة. تواصلت العملية لعشرة أيام. إنها المرة الأولى في تاريخ الجيش الشعبي الذي تساعد فيه تقنية المحاكاة عملية دراسات جدوى الإصلاح، ما أثر بشكل إيجابي في علمية تصميم الإصلاح. الإصلاح حرب دون دخان، مما لا شك فيه أنه تقدم بخطوات ثابتة تحت قيادة وتخطيط شي جين بين، وحرك قلب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. في عام 2015 كانت بكين تحت حرارة شديدة، وكانت الفترة أيضا متوترة بخصوص مناقشات إصلاح الجيش الشعبي. فمن مبنى أول أغسطس وحتى جون أنخاي بدأ طريق الإصلاح في ذلك الصيف الحارق يتضح تدريجيا. في 24 و22 من يوليو عقد شي جين بين اجتماع الثالث لمجموعة قيادة الإصلاح التابعة للجنة العسكرية المركزية والاجتماع التنفيذي للجنة العسكرية المركزية، وأجهزت الخطة العامة لتعميق إصلاح الدفاع الوطني والجيش. في 29 من يوليو أجازت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية الخطة الشاملة للإصلاح. انبثقت مجموعة كاملة من خطط الإصلاح التي تحل قضايا التناقضات العميقة، وانطلقت تصميمات إصلاحية تجسد سمات الجيش الشعبي.最高统帅的政治决心和政治智慧啊，历来是改革成败的决定性因素。我在改革办这几年工作，感受非常深切。事关全局的重大决策，关键时刻的果断拍板，重要关口的坚定推进，都体现了习主席的胆略和担当。 قال إنجلز في كتابه نظرية السلطة: إذا كان هناك مركب تمر من خلال الرياح والأمطار، فإن سيرها بعيدا ومحافظتها على توازنها يعتمد بشكل أساسي على قيادة قبطان المركب الذي يتمتع بالسلطة المطلقة. الرابع والعشرين من نوفمبر 2015 استقبلت بكين أول تساقط للثلج منذ دخولها في الشتاء. عقد اجتماع أعمال الإصلاح التابع للجنة العسكرية المركزية في فندق جينشي، وأصدر شي جين بين أمر البدء في تعميق الإصلاح للدفاع الوطني والجيش، عملية التطبيق الشامل لاستراتيجية تقوية الجيش من خلال الإصلاح، وسير بخطوات ثابتة في طريق تقوية الجيش ذات الخصائص الصينية. إصلاح هيكل القيادة أولاً، وضبط هيكل القوة، ومواصلة دعم نظام الخطط والسياسات، ومواصلة التقدم تدريجياً. قبل 2020 حصل إصلاح نظام إدارة القادة ونظام قيادة العمليات المشتركة على تقدم ملحوظ. حصد إصلاح تحسين هيكل النطاق وتحسين نظام السياسات ودفع التكامل العميق بين المدنيين والعسكريين وغيرها من الإصلاحات نتائج هامة. بذلت أقصى الجهود لبناء منظومة عسكرية قوية معاصرة ذات خصائص صينية، قادرة على الفوز بالحرب المعلوماتية وتنفيذ الأوامر والمهام، وأن تخطو خطوة جديدة في تحسين المنظومة العسكرية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. السعي وراء النهضة العظيمة للأمة وتخطيط الوضع العام لإثراء الدولة وتقوية الجيش وإرساء أساسات الأمن والتنمية، إن تغييرا تاريخيا قويا جديدا يفتح جناحيه فوق الأراضي الصينية الشاسعة.